طلعنا بالفكره تاعت الموتو امبولانس. بلبنان عايزين هالشغله، في عجقه كثير، في كثير ناس عم بتموت على الطريق وما عم تلحق توصل على المستشفيات، خاصه يمكن اذا بدنا نركز على توقف القلب المفاجئ، انه كل دقيقه هذا الشخص بيخسر 10% تشانس انه نحن نقدر ننقذه. الاشخاص اللي بيكونوا مضطرين، الموتو اسرع من الامبولانس اللي معنا بالنسبه للعجقه اللي موجوده ببيروت. نحن ما نقصنا هون بلبنان يعني امبولانسات، في مراكز كثير، بس في هلا عجقه هالسير هي اللي كثير عم تتعب الناس، وكمان ما بتخلي الامبولانس يوصل على الحاله الطارئه بسرعه. اليوم من اسعد ايام حياتي شوف هالمشروع عم بتحقق، لانه بحاجه ماسه له نحن. وقت ما عرفت انه مان عاودي هو مقدم 10 موتوسيكلات استحيل، لانه في مان عاودي لازم يقدم اكثر، فنحن قدامهم هلا بنلتزم انه نغطي لحدود 50 موتوسيكل هلا. About citizens, I understand why we need to bring the care as quickly to the people that are injured. It's about private sector that feels somehow concerned by this issue in Lebanon. It's about the government also wanting to see how they can improve the services to its citizens, and it's about the UN trying to provide an overall framework which we have in terms of road safety. أهلي عم بستفيدوا من هالمشروع.